يا مرحبا، السلام عليكم. في أحد الأيام كان فيه محقق ذكي ونشيط ومثابر وعنده العمق التحليلي. يعرف يفكر صح. اسمه هاشم. هاشم كان في مكان عمله وحصل عندهم قضية قتل مجهولة وظروفها مجهولة والقاتل مجهول. كان هو اصغر واحد فيهم وكان رئيسهم حاط القضيه عند احد زملائه وقاعد يشتغل فيها. القضيه بحكم انها يعني مجهوله وظروفها مجهوله كان رئيسهم مهتم فيها وكان يضغط على زميل هاشم هذا انه يحط فيها ان يصل فيها الى نتائج لكن بعد مرور اسبوع ما قدر زميل هاشم هذا انه يتوصل لاي نتيجه. قرر رئيسهم قال بما ان هاشم هذا عنده هذه المهارات بس انه صغير تنقص الخبره وزميل هذا عنده الخبره لكنه يحتاج الى واحد مثل نشاطه وحيوية وعمق هاشم خل احطهم سوا. فقال زميل هاشم وقال لهاشم خلوكم سوا واشتغلوا على هذه القضيه وبدوا يشتغلون، لكن هاشم بحكم ان فاته جزء كبير من القضيه، فاته مثلا البلاغ وكيف صار وفاته الانتقال والمعاينه ومسرح الحادث والمعاينه الجثمان والطبيب الشرعي، فصار يحاول انه يعوض اللي فاته، انه صار يقرا ملف القضيه، يروح للطبيب الشرعي، يقرا تقارير الـ الـ الادله الجنائيه ويجمع من المعلومات. وش وصل له هاشم؟ انه هذا فيه عامل لأحد المصانع في منطقة نائية من المدينة اللي هم فيها بلغ أنه في الصباح صباح أحد الأيام شاف جثمان الشخص مسجع على الأرض بلغ السلطات و... و... وباش لما جت السلطات وباشرة الحالة الشرطة والمحققين والأدلة وال... الجنائية والطبيب الشرعي كذا لشخص م... ملقى على الأرض وفيه عيار ناري داخل في, 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 في مقدمة الرأس ويلبس ملابس داخلية وبنطلون هذا اللي فقط في الحالة الحالة الابتدائية أو في البداية وما فيه أي شيء يدل على هويته ولا في شيء أي شيء يدل على كيف صارت الملابسات هل في آثار سلاح الجريمة هل هو موجود هل هو مقتول هنا هل هو مجيوب مجيوب يعني محضر تم إحضاره إلى هنا هذه المعلومات الأولية تقرير الطبي الشرعي يثبت ان الوفاه صاير بسبب هذا الطلق الناري، وتقرير الفني الاسلحه يقول هذا اطلاق من مسدس مقاس 9 ملي، المقذوف من مقاس 9 ملي. الوقت صار يمضي وزميل هاشم بدا مع هاشم يشتغلون على المبلغ وزملائه اللي في المصنع والاماكن اللي حولهم في هذه المنطقة النائية، هل سمعتوا شيء؟ هل عنده هل تخابرتوا في شيء؟ هل تسامعتوا عن شيء؟ كيف وصل هذا هنا؟ كم له واصل؟ يحاولون يجمعون معلومات. ما قدروا يدخلون اي معلومات، اشتغلوا على خط ثاني اللي هو هل فيه مثلا هذا الشخص الان له كم يوم متوفي، هل فيه مثلا بلاغات عن اشخاص متغيبين عن ذويهم وكذا؟ ما لقوا. بحثوا ما لقوا، الشخص هذا يعتبر انا لما اقول عقد اول ثاني ثالث أو في الناس لما اقول العقد الرابع يقولون في الاربعينات وهذا غير صحيح العقد الرابع لما تقول في العقد الرابع يعني الثلاثينات هذا في العقد الرابع يعني في الثلاثينات حسب تحديد الطويل شرعي وما مع اي شيء يدعى هويته متوسط الطول متوسط البنيه متوسط اللون وما عليه اي علامات مرت الايام وصار رئيسهم يضغط على زميل هاشم وزميل هاشم يضغط على هاشم يحاولون يحاولون ما قدروا انهم يتوصلوا للنتيجة الين جاء في يوم قرر هاشم انه يفكر خارج الصندوق ويحاول انه يعيد ترتيب القضية من جديد وقال انا بنفسي بتخيل اني توني ببدا في القضية وببدا امسكها من جديد، راح المسرح الحادث بنفسه وصار يحاول انه يستنطق المسرح ويفكر و... ويقعد فيه وقت طويل آه راح لل... للجثمان وحاول انه يعاينه عاين الملابس حقته وصار زي ما قلت لكم لابس ملابس داخليه مع بنطلون ولقى المتعلقات اللي وجدت مع هذه الجثه فكان فيه في جيب البنطلون الخلفي قطع حديديه مفككه كانها شاره ولقى زرار مقطوع وهو ملابس ما فيها شيء عليه زرار وفي هالاثناء تفاجأ ان رئيسه يتصل عليه راح رئيسه قال له انا اعتذر منكم انت يا هاشم وزميلك انتم تاخرتوا في القضيه انا علي ضغوطات هذه القضيه لازم انجز فيها فلذلك تتركون القضيه انا يا رئيسكم بتولى التحقيق فيها بنفسي زميل هاشم قبل بامر واقع وحط ملف القضيه عند رئيس ومشى هاشم جاء في خاطره يعني انا ما اخذت فرصتي حاول انه يقنع رئيسه ويتفاهم معه لكن رئيسه اصر على موقفه و... وقال له أخليك تنتقل الى مكان عمل اخر داخل المدينه هنا شوي العمل ما يناسبك ايضا شكل هذا الشيء ضغط على هاشم لكنه مضطر انه يسلم الامر الواقع في النهايه هذا رئيسه يعني غادر هاشم وجاء عند المكان الجديد وصار معهم مرت الايام بشكل طبيعي بعد كم يوم صار يسمع من من زملائه يتكلمون عن قضية سرقة بنك صايرة قبل كم يوم وما فيه أي شيء يدل على هوية الجنائي إلا أنه التهمة تتجه حول الرجل الأمن أو الحارس أنه كان مداوم إلى اليوم اللي صارت فيه السرقة سرقة صارت في الليل وقت تكفيرة البنك فلما جو الصباح لقوه مسروق وما لقوا الحارس مفترض أن الحارس يكون موجود فما لقوا الحارس بحيث عن الحارس ما لقوه فكل التوقعات والتهم اتجهت إلى هذا الحارس يسمع زملائه والموضوع يعني على قولتهم انترستنج مثير للاهتمام يسأل زميله ويقرأ عند زميله ويروح يقرأ الملف ويسولف الشغف قاده إلى أنه يروح لنفس البنك ويسأل ويجمع معلومات فالتقى بمدير هذا البنك. صار يسولف معه قال ان احنا عندنا هذا الخزنه هذه الداخليه اللي في البنك اتسرقت الشبه كلها تدور حول هذا لان الحارس لانه من بعد سرقه اختفى سال هاشم قال طيب عندكم تصوير؟ قال في تصوير لكن قبل السرقه في نهايه عمل يوم السرقه توقف التصوير. واكتشفوا ان السلك مقطوع حق السيرفر او حق الاشياء التقنيه اللي توصل التصوير هاي قال طيب مين اللي مسؤول عن هذا الموظف حق الحراسه قال فيه موظف في البنك مدير لهذول اللي يحرسون البنوك او الفروع اطلبه فلما جاء قال وش عندكم معلومات عن هذا الهارب قال انا الصدق ما ادري بحثت عن اوراقه ما لقيت له اوراق في الـ انا جديد الموظف هذا المدير يقول انا جديد حق الامن يقول انا جديد كان في واحد قبلي لكن البنك فصله لانه مهمل في عده امور ومن اهم الاشياء اللي هو تسبب على نفسه بالفصل انهم كيف هذا توظفه وما له ملف بحثوا عن ملف ما لقوه يبون معلومات يمكن ما يعرفون إلا اسمه اسم اللي هم يعرفونه الاسم اللي هم يتداولون فيه هل هو اسمه مو بس ما يدرون قال طيب ابغى معلومات هذا المدير اللي انفصل راح هذا المدير الجديد علشان يجيب له معلومات المدير القديم هنا الهاش هاشم صار يدور في اقسام البنك يدور على اماكن الكاميرات حقت البنك لفت انتباهه ان البنك مو هو مو مبنى عادي يعني مو هو مبنى حق بنك كأنه محلات مجموعة فتحات كذا مستأجرة في في مجموعة معارض وجنبه مثلا بقاله، جنبه مغسله، جنبه مطعم، جنبه ما كانه مبنى خاص يليق ببنك. وجاي في في بلوك كله مبني وجاي فقط على شارع واحد او على على زاويه في نهايه الشارع قبل الزاويه. والزاويه هذه في خلفها فيه عماره سكنيه وفي في خلف البنك في ارتداد، والارتداد هذا مهجور وشبه مقفل. سأل الموظفين، سأل أي شخص ممكن يتوصل منه عن طريقه إلى معلومة، سأل المحلات المجاورة، ما توصل إلى شيء، وحتى التصوير غير مفيد. راح بعد ما أخذ هذه المعلومات تكلم مع رئيسه وقال يا أخي أنا بخصوص قضية البنك هذه، جهد شخصي فهمت كذا وكذا، بدأ يشرح له وش حلل، وش حس، وش فهم. وسكت، مشى، من بكرة قال له رئيسه ناداه رئيسه قال تعال انا صراحه كنت شوي مو مرتاح لك الرئيس يقول هاشم يقول شوي ما كنت مرتاح لك بحكم ان يعني رئيسك الاول ما خلاك تجي عندنا وما يبغاك وشلت اخذت خط, خط عنك تصور سيء لكن اللي انت سويته من تلقاء نفسك وتحليلك وتفكيرك وطريقه اسئلتك خلتني أغير النظرة عنك وأقرني أعطيك فرصة اللي هي بعطيك ملف في هذه القضية الآن لها عندنا أيام ما حققنا فيها ولا شيء تفضل ورينا شغلك هنا هاشم قرر أنه يتضلع بمسؤوليته وما يفوت الفرصة وقال إن شاء الله أني بطلع بنتائج راح هاشم بشكل الحين صار عنده يعني شكل عميق وشكل رسمي وراح المدير البنك وقال ابغى التسجيلات وان كانت منتهيه اليوم بس عطني التسجيلات الى قبل شهر وصار يجمع المعلومات بشكل رسمي مثل اللي يجمع معلومات حق المحلات اللي جنبه بعض الموظفين وش لاحظتوا على هذا الموظف الهارب هو ما هو مقتنع هاشم لما شاف الخزنه وشاف طريقه كسر الخزنه وانها خزنه ما هي بخزنه بسيطه عنده قناعه ان هذه ما هي بجريمه شخص واحد ما يسوي هذا الشيء شخص واحد مستحيل شخص واحد يسوي هذا كله وقال في نفس الوقت هذه يبي لها ادوات فتح الخزنه بشكل هذا يبي عده ادوات وهذا الشخص مستحيل ان يفتحها الحالة اكيد معه اطراف اخرين على فرض انه هو واخذ التصوير او التسجيل وصار يستعرضه يعني تسجيل حق 30 يوم لمده 24 ساعه يشوف كل يوم وش صاير وش صاير قبل السرقه الكاميرات ما تغطي الا بعض المرافق، بعض المرافق ميته او الكاميرات ما تغطيها بشكل واضح او بشكل 100% فصار يشوف التصوير الين الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني ما في اي شيء غير طبيعي. لما جاء الاسبوع الرابع او اخر اسبوع من الشهر لفت انتباهه، يعني غالبا هو تعود من من خلال التصوير ونشوف الناس تدخل مثلاً معها فلوس تطلع إيديها فاضية معها مثلاً مستند معناته أودعت فلوس أو تدخل ما معها شيء وتطلع معها كيس أو معها شنطة أو لاحظ واحد يدخل ويطلع إيدينا فاضية لاحظه يتكرر بالدخول ونفس الشكل يعني ما أقدر أشوف شكله مرة واضح بس نفس الـ 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 التقاسيم، نفس الهيئه نفس ال... شوفه بالكاميرا من بعيد يدخل يقعد له وقت معين ثم يطلع ولا يسوي شيء يتبعه في الكاميرات يشوف الكاميرا رقم واحد والكاميرا ما يسوي شيء يدخل ويطلع يدخل ويطلع راح يشوف الكاميرات الخارجيه طيب هو يجي من وين؟ ويروح لوين؟ فشافه يلف لما يجي من... يجي للبنك يجي من خلف البنك كانه موقف سيارته في الشارع الجانبي قلت لكم جاي على شبه زاويه كانه يوقف سيارته في الشارع الجانبي ويجي على رجليه والطلعة نفس الشيء طيب سؤال ليش مش معنى أنه يجي كل يوم ولا يلقى موقف طيب وين سيارتي إذا جاء ما ورا ما يلقى موقف شك فيه راح شاف طيب وش فيه ورا في ورا هذا البنك وش فيه لقى طبعا الارتداد قلنا ان الارتداد اصلا مهجور ويفتح عليه باب الطوارئ ومغبر وفيه دروج قديمه وفيه يعني اشياء خردوات مسنده على الجدران وراح وطلع من برا وراح شاف من وين يجي هذا ما لقى الا عماره السكنيه فيا انه يوقف سيارته عند العماره السكنيه او انه يجي من العماره السكنيه لكن اللي خلاه يشك انه يجي اكثر من مره مو معقوله انها كلها يعني هنا في مواقف فاضيه وش معنى انه يجي معناته ان الرجل قاعد يجي على رجوله وواضح انه يجي من هذه العماره هذا هو التحليل اللي جاء عند هاشم وبدا يجمع المعلومات على يحاول انه يعرف عن هذا الشخص. طبعا قلت لكم ان المدير المفصول هو قاعد يبحث عنه لكن ما ركز عليه الى الان لكنه شاك فيه، شاك في المدير المفصول وطلب الملف حق المدير المفصول وقاعد ينتظر حق الملف هذا حقه لين يجي. راح لاماره هذه فيها شقق و راح للمكتب حق العماره وصار يساله عن الساكنين وش وضعهم اعطاه معلوماتهم وصار هاشم يطق عليهم واحد واحد ويسالهم ويشوف اشكالهم هل هي تتطابق مع نفس هذا اللي كان يشوفها في الفيديو ولا ولا لا؟ الين بقت شقه يطق عليه ما فتح وحسب معلوماته جواله ما يلقط او مفصول او مشغول انه ما يقدر يوصل سال صاحب او المكتب حق اداره العماره قال هذا وشو قال لا لا هذا ممتاز هذا دافع حق سنه ونص قدام اخذ كان في واحد ساكن قبله وجاء قال ابي جاني نفس صاحب الشقه خصره عليه وسكن فيها قال انا هذا الرجال دفع لي خلو و... وانا بطلع وهو بياخذ الشقه هذه ورجال كويس واصلا شكله مو بساكن هنا شكله يجي من خارج المدينه لاني ما اشوفه يتردد كثير الحاشم بدأ يشك فيه وثبت هذه المعلومة فيها الأثناء وصله الملف حق الموظف المفصول فصار يقراه اكتشف أنه ما له ولا سنة متوظف عندهم أو سنة وحاجة و... وأن السبب أنه جاي هنا بناء على طلب منه يقول أنا أبغى أسكن في المدينة اللي فيها أهلي وأبغى أنتقل لهذه المدينة هاشم فكر قال خلينا نستفسر عن اهله لما استفسر عن اهله اكتشف ان اهله مو في هذه المدينه هنا عرف ان هذا الشخص بنسبه كبيره متورط اللي هو المدير السابق انه متورط بهذه الجريمه أصبح الآن هاشم عنده المشتبه فيه المدير المفصول الأول والمشتبه فيه الثاني اللي هو صاحب الشقة. اشتغل على هذه عندها الآن هذه المعلومتين وبقى برضو قاعد يكمل في الفيديو لما جاء وصل الى اليوم الاخير انه ما كان يقدر يشوف الشهر كامل في يوم واحد فكان كل شو... كل يوم يشوف حاجه لما وصل لليوم الاخير قبل ما يقفل البنك تقريبا بساعه ونص لفت انتباهه في اثنين لابسين اوفر هول اوفر هول اللي هو حق العمال هذا عرفتوه اللي قطعه واحده و... حق العمال ومعهم شناط تعرفون الشنطه ذي حقت اللي دجاج سباك ولا كهربائي شنطه حديد ثم يفتح تصير درج كل واحد معه وحده شافهم دخلوا وقاعد يشوفهم الكاميرات الداخليه طبعا وجيههم مو واضحة وكانهم مغطين على وجيههم كانوا بعض العمال يحط هذه علشان مثلا الغبار واذا جاي يشتغل فكانوا حاطين وجيههم مو واضحة ويدخلون يدخلون على مكتب ثم يطلعون كانه يقولون لا مو عندي او كاني اشر لهم زي بالشكل هذا وخذوا لهم فتره ثم طلعوا ودقق عليهم لان شكلهم كان غريب يعني جاي من الشارع وراجعين للشارع من نفس الجهه هذه اللفه حقت اللي كان يروح لها المشتبه فيه الثاني اللف انه يطلعوا يلفون ليش ما جو مثلا على سياره اذا هم حقين صيانه ليش ما جو على سياره صيانه رجع كرر الفيديو مره ثانيه بشكل دقيق ومن عده كاميرات انتبه هاشم الى ان واحد منهم راح لجهه باب الطوارئ اللي من جهه الارتداد فتحه شوي وسكره راح دقق مره ثانيه عاد الفيديو فتحه وكانه يمسك تعرفون الباب ابواب الطوارئ تصير تنفتح من جهه بس من برا ما تنفتح وفيه اللسان تعرفون اللسان 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 القفل اللي هذه الحديده يصير اللسان آه كذا الحين متقفل ثم اذا ضغطت قال اللسان كذا وانفتح ثم اذا فكيت الضغطه حقتك رجع فهذا افتحه امسكها شوي ثم رجعه دقق كذا بالكاميرا ثم اطلعوا مباشره هاشم راح للباب وفتحه وقاعد يناظر وش فيه برا ما في شيء ثم قاعد يدقق في المكان اللي مسكه هذا بيدينه ناظر ولا هذا اللسان حس انه يلك يلك عندنا يعني ما يف... ما ينفتح زين او ما ينفتح بسهوله، ينفتح بصعوبه، واذا جاء يرجع يرجع بصعوبه، كان فيه كان فيه صمغ او ماده لاصقه او فيه شيء غريب. طلب من فني الادله الجنائيه انه يرفع ال... الاثر هذا، فلما شافه الادله الجنائيه قال هذا شكله صلصال زي مجرم الصلصال، صلصال او انه علك او انه صمغ، لكن ابى احلله واعلمك. و... وراح، مر الوقت وهنا حس هاشم انه وصل الى الى باب طريق مسدود. رجع لرئيسه وعلمه باللي صار، قال انا صار لي كذا 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 كذا، قال رئيسه لا تتاخر وش تنتظر؟ اطلب امر من قاضي التحقيق وادخل الشقه هذه وفتشها، الشقه الوحيده اللي بقيت ما فتشها. بالمناسبه طلعت الشقه في دور ارضي وهي اقرب للارتداد هذا حق ظهر البنك. اخذ هاشم المذكره او الاذن من قاضي التحقيق ودخل كسر باب الشقه ودخل وصار يفتش فيها. لما فتش فيها اول ما يدخل فتش تفتيش عام ثم اول ما تدخل في غرفه اللي يقولك لك انها اقرب للارتداد كان فيها غريبه يعني الغرفه ما كانها غرفه نوم وفيها دواليب دواليب ملابس، خزانة ملابس. وكانت خزانات كثيرة، يعني غريب يعني خزانات مغطية جدار كامل. صار يفتح الخزانات عادي 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 إلين فتح وحدة وهنا صارت الصدمة والصاعقة على هاشم، لما فتحها مفترض إنه وش يشوف؟ الظهر حقها الخشبي، وما شاف الظهر الخشبي حقها، شاف الجدار الخلفي ومكسور. وفيه لوح حديدي. هذا يفتح على الارتداد، حاول هاشم يضربه حاول يضربه كان ثقيل عليه، ضربه بقوه اخذ عزمته عليه، طاح هذا الحديد فلما دخل هاشم مش ناظر؟ صار هذا الارتداد وهذا باب الطوارئ اللي اللي رفع منه الاثر، هنا هاشم عرف ان هذا الشخص اللي المستاجر هذا اللي سوى خلو له علاقه وفعلا متورط وانهم حطوا كسروا الجدار وحركه الباب هذه كان حاط حاجه تمسك علشان اذا مشوا الناس وقفل البنك يجون من فتحه الجدار ويدخلون في الارتداد يفتحون باب الطوارئ لانه ما ينفتح دام اللسان هذا موجود فمسك اللسان بالصمغ او بالعلك او بالصلصال اللي بنعلمكم وش صار عقب ودخلوا ومعهم عدتهم واحد او اثنين او ثلاثه ايا كان عددهم وكسروا الخزنه وسرقوا اللي فيها هاشم على طول علم رئيسه باللي صار واعطى رئيسه الموقع وجاه رئيسه في الطريق وهو وهو ينتظر رئيسه وينتظر برضه طلب من الادله الجنائيه والاشياء اللي يحتاجها كتحري او محقق وقعد يعاين بشكل ادق لانه لقى اثر الان عظيم لفت انتباهه لما بدا يدقق لفت انتباهه في اثار دماء صار يتبع ويناظر لين مشى مع اثر الدماء على الفرشه يابس كذا بقع يابسه ثم وصل وكان يشوف فيه اثر كانه اثر شيء مسحوب الين وصل المنطقه فيها مخزن غرفه ثانيه غرفه مخزن وفيها كنبه مش يجيب الكنبه في المخزن يعني الكنبه في الصاله في المجلس في غرفه النوم بس في المخزن فلما راح الكنبه وشافها مقلوبه ضربها كان كأن الكنبة في داخلها شيء شقها من تحت لأن كانت مرفوعة شقها من كانت مرفوعة تعرفون الكنبة من تحت يجي فيها قماشة قماشة خالتي قماشة 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 اللي تجي مدبسة تك 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 شقها لما شقها هنا صارت الصائقة الحقيقية وش لقى طاح عليه حذاء شراب وقميص أو سترة لما طلعها وش لقى؟ لقى فيها اثار دماء. ولقى من ضمن الاشياء المبعثره في وسط الجزمه لقى آه حزام وهذا الحزام في الوسط في الوسط هنا ما ادري تشوفونه يعني شفت اللي, اللي يربط الحزام في النص بعض الاحزمه يجي فيها حديده. هذه الحديده كان فيها شيء مقلوع. لما دقق فيها تذكر على طول الشارة اللي شافها في قضية القتل اللي أول ما بدينا القصة قريب الشكل حقها كأن الطبع حقتها قريبة من ذيك الشارة ولما ناظر القميص فتح القميص وركبه صح وش لقى؟ لقى واحد من الأزره مقطوع وأشكال الأزره لما تذكر نفس الزرار اللي مقطوع أول في قضية القتل اللي نحوه عنها هنا هاشم انهبل يعني تارك ذيك القضية وجاي يحقق في قضية ثانية ثم يكتشف هذه القضية والقضية الأولى وفي هالأثناء وصل رئيسه وقال له أن شفت القضية اللي نحوني عنها اللي, اللي كانت في المكان الأول اللي جيتكم منه ترى هذا هو المقتول هذا هي القميص اللي كان يلبسه وشوف المكان الزرار المكسود هذاك لقي معه زرار وشوف الحزام اللي مقلوعة منه الـ الـ الشارة ترى هذا هو الحزام رئيسه اتصل على رئيسه الأول وعلّمه قال وش سويت في القضية اللي عندك اللي كان ماسكها هاشم قال والله إلى الحين عندي أنا ما خلصتها قال تعال تعال أعطاه الموقع قال تعال اكتشفناها ولحظات وجاتهم الـ الـ الادله واللي يرفعون الدماء واللي يرفعون الاثار يعني فرق الادله الجنائيه وجاء رئيسه السابق ووراه وش الاثار اللي هو لقاها لما صار التحليل حق الحمض النووي اثبت ان الدم اللي مرفوع من الشقه واللي موجود على الملابس يتطابق مع المقتول اللي كان في القضيه الاولى واثبت التحليل ان اللي كان ممسوك فيه اللسان حق القفل حق باب الطواري علك وعليه دي ان هنا طلب رئيس حاشم من قاضي التحقيق ان يعطيهم قبض على الهارب المدير السابق الهارب وعلى صاحب الشقه المستاجر الشقه وخلال ساعات تم القبض عليهم وتمت مواجهتهم بهذه الادله واعترفوا بالتالي قال المدير المفصول قال انا جبت هذا مهاجر غير شرعي المقتول طلع مهاجر غير شرعي انا جبته وكان يبحث عن شغل وانا جبته وخليته يتوظف كذا باوراق بدون بدون هويه بدون اي شيء وخططت انا وهذا صديقي انه يستاجر هذه الشقه ويعطي هذا خلو لو اي مبلغ علشان نكسر الجدار وندخل بحكم اني انا مدير الامن في المسؤول عن هذه المنطقه من هذا البنك وعرفت ان احنا نقدر نكسر الجدار وندخل ونسوي الحركه واثبت الدي ان ان الثاني الألك راجع له. ووجدت ايضا في الشقه مع مع الملابس اللي في الكرتون وجدت الادوات اللي كسروا فيها الخزنه ووجد السلاح اللي قتلوا فيه هذا الشخص وكيف صار القتل؟ يقول احنا لما دخلنا وسرقنا هو كان معنا الحارس و كنا متفقين على انه نبي نقص التسجيل ومتفقين على انه بنتقاسمها ثلاثه هو لما صارت تسرق لحقنا نفس هذا الحارس لحقنا بيدخل معنا وقلنا له قال ابي فلوسي الحين اعطوني حقي نصيبي من الان ولا ترى ببلغ عليكم فحنا خفنا منه وقتلناه انتهت القضية وحيلوا إلى القضاء وحكم عليهم بما يستحقونه والعدالة أخذت مجراها أتمنى زي ما كان في استفتاء سويته الأسبوع الماضي أو اللي قبله كم تتمنى أو كم ترى الوقت المناسب للحلقة أتمنى أن الوقت هذا صار مناسب في النهاية شكرا لكم وشكرا لمن هم خلف الصوت وخلف الكاميرا واللي في المجهولين اللي قاعدين يشتغلون على معي في هذا القصة ونشوفكم إن شاء الله في التحليل مع صديقي محمد الشيباني في الأسبوع القادم قبل ما أختم أحب أهني مولاي خدم محمد الشريفين وولي عهده الأمين ونفسي وأحبابي وكافة أفراد هذا الوطن الغالي مناسبة اليوم الوطني الـ92 الله يحفظنا ويحفظنا لولاة أمرنا ويحفظهم لنا ويحفظ علينا أمننا واستقرارنا ورغد عيشنا ومقدساتنا ويا ربي لك الحمد ونشوفكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي.